الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. قبل فترة اقترح الأستاذ والصديق خلدون حيدر، صاحب منصة مشكات أو قناة مشكات على اليوتيوب، اقترح أنه يكون في هنالك مناظرة بيني وبين فراس قصاص السياسي والمعارض السوري، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية، واللي هو جزء من مجلس سوريا الديمقراطية. فأنا يعني أبديت تجاوبي بحكم أنه أنا بعرف فراس بشكل شخصي، وسبق والتقينا في قناة روش تي في، أنا لما كنت يعني أعمل في هذه القناة، وكنت وقتها مؤيد ومساند لحزب العمال الكردستاني وضمن ماكينته الإعلامية. هناك تعرفت على فراس قصاص، وفيما بعد يعني حتى بعد افتراقي واختلافي مع الحزب وانتقادي للحزب، يعني لم تنقطع علاقتي مع فراس قصاص. اختلفنا على الفيسبوك وعلى في النقاشات وفي الدردشات وفي المقابلات، لكن يعني لم يكن هذا الاختلاف سببا للخلاف، وأتمنى ألا يكون. يعني المهم، جرت المقابلة وشاهدتموها، أنا نزلت نسخة على قناتي في اليوتيوب، والأستاذ حيدر كمان نزلها على الحسابات منصته على في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني حظيت المناظرة بحيز من التفاعل للمهتمين بهذا الموضوع، ملف حزب العمال الكردستاني ومدى حقيقة يعني وجوده وحضوره وسطوته وفعاليته وتسلطه يعني على المنطقة وعلى قسد ومسد وكل هالتفاصيل. ومن ينفي هذا الوجود ويحاول يعني أن يضع وجود حزب العمال الكردستاني في إطار التأثير المعنوي والأيديولوجي والسياسي، وينفي كل هذه القصص، على أنه هذه القصص وهذه الاتهامات هي اتهامات تركية، ويعني تروج لها الآلة الإعلامية التركية. طبعا هذا منطق فراس ومنطق كل الجماعة يعني من الأبوتشيين القدامى والجدد. فجرى ما جرى، أنا بصراحة في تلك المناظرة توخيت أقصى درجات ضبط النفس يعني، وحاولت أن أناقش أو أطرح انتقاداتي معززا يعني بما لدي من وثائق ومعطيات وتجربة يعني. لكن الصديق العزيز فراس يعني عدا عن أنه لغة الجسد يعني كشفت ما كشفت، وهذا ليس موضوعي يعني، لأنه يعني قدم اجتهادات وتأويلات وتفسيرات تخصه، لا تستند على معطى حقيقي وموضوعي وتاريخي وموثق. يعني في فترة المناظرة لم يبرز شيئا موثقا يفند ويدحض يعني ما ذكرته وما عززته بالمصدر الرئيس يعني جريدة حزب العمال الكردستاني المركزية، جريدة صرخبون التي تصدر باللغة التركية. هو لم يأتي لا من المصادر العربية ولا من المصادر التركية المقربة أو التابعة لحزب العمال الكردستاني، ما ينفي كلامي وما ينفي اتهاماتي، إنما حاول أن يجتهد في تقديم حزمة من التأويلات واللي كانت يعني مشوبة بالركاكة والانفعال والاضطراب يعني الاضطراب المعرفي وحتى الاضطراب الأخلاقي. يعني لأنه أنا بطرح أفكار يعني فراس ما له علاقة بعلاقتي مع حزب والماضي، وهل أنا كنت مستفيد من الحزب ولا غير مستفيد، هذا مش موضوعه يعني. طبعا عدا عن مسألة الافتراء انه يعني الاستناد على كلام شعبوي انه خائن
وينظر إلى حزب العمال الكردستاني بأعين تركية ويسوق للأتراك، وهذا كل هذه الأكاذيب والافتراءات والأباطيل التي لا سند لها، يعني لا سند حقيقي ولا حتى سند أخلاقي. لا، هذا ليس لم يكن موضوعنا في هذا الخصوص. موضوعنا مناقشة حقيقة، وهل يعني حزب العمال الكردستاني موجود هناك أم لا؟ هل يعني كل تلك الاتهامات عبارة عن أوهام أم هي حقائق يعني؟ فأنا ما طرحته يعني كان لدي يعني بعض الوثائق، وهذا كان جزء يعني كعينة من ما يوثق كلامي، لأنه إذا أتيت بالوثائق يعني سأغرق فراس والحلقة كلها تكون، يعني الزمن في إبراز الوثائق سيأخذ زمن الحلقة كلياتها. فاكتفيت بعينات بنماذج، لكن هذه المرة أنا متفرغ، يعني متفرغ لإضافة المزيد من التعليقات على كلام فراس. ما لم يسعفني الوقت في قوله في تلك المناظرة سأقوله الآن في هذا الفيديو، وسأحاول يعني أن يكون كلامي أيضا يستند إلى وثائق، هذه المرة باللغة العربية، يعني كنوع من المساعدة لفراس، باعتبار أنه يعني ما بيتعب حاله يدور على مصادر أو كذا، فهكذا يعني بيقول كلامي موثق، وكلامه موثق بناء على شو؟ ما في يعني ما في السند، يعني الأسانيد التي أتى بها أو الاجتهادات والتأويلات التي أتى بها فراس قصاص، يعني كانت معدومة الأسانيد وتفتقد الأسانيد. وبل طالبني يعني بإبراز مثلا تصريح ما يؤكد تصريح أوجلان، لأنه هو شكك وطعن في كلام أوجلان عن 14 ألف جريمة اغتيال سياسي، تصفية سياسية حدثت داخل حزب العمال الكردستاني، والتصريح موثق ومنشور باللغة التركية ومترجم، واللي ترجم غالبا اللي كان بيترجم تصريحات أوجلان نقلا عن محاميهم اثنين، يعني صالح مسلم وبشرى أمين، بشرى يعني اسمها الحركي زاخو شيار، موجودة يمكن الآن في لبنان. الاثنين زاخو شيار، يعني الاثنين كانوا يعني في الغالب يترجمون التصريحات التي ينقلها محامو أوجلان عن عبد الله أوجلان، يعني مش كلامي هذا، ومش قضية تشويه الحزب. قبل الخوض في المزيد من التفاصيل، أريد يعني أن أؤكد على هذه المسألة، لأنه كثيرين من أنصار حزب العمال الكردستاني يلوكونها يعني، وانتقلت يعني من فمهم من أفواههم إلى فم فراس قصاص، ما يتعلق بمسألة يعني خذلان حزب العمال الكردستاني وبصق في الصحن الذي أكل منه. هذا كلام كله سخيف وتافه، ويعني ليس كلام في السياسة يعني، عدا عن أنه هو فراس قصاص ليس معاصرا وليس أهلا، أنا ذكرت في المقابلة، وليس في السوية والأهل اللي يقيم علاقتي مع حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني يقول يعني ما في رباط على لسانهم، لكن أنا في المناظرة أتعامل مع سياسي، أتعامل مع كاتب، فيعني استغربت يعني أن يعيد تدوير كلام حزب العمال الكردستاني ويلقيه هكذا جزافا في المناظرة. أنا لن أترك الموضوع هكذا يعني يمر هيك مرور الكرام، لا، يعني هذا الكلام يستحق على رد على فراس وكل من يعني يلجأ إلى هذه الاسطوانة السخيفة والباطلة والتافهة. أولا يعني مسألة البصق في الصحن، المقولة العربية الدارجة، حزب العمال الكردستاني عندما أتى من تركيا أفواجا فرادى وزرافات،
نحن الكرد السوريين استقبلناهم، يعني فتحنا لهم قلوبنا، ديارنا، بيوتنا، قاسمناهم لقمة العيش، الصحن اللي كنا نأكل فيه هم أيضا أكلوا من ذلك الصحن، يعني ونحن فقراء. يعني أنا كعائلة، عائلة فقيرة في الدرباسية، كانوا مش بس هيك، الفرش اللي بننام عليه كمان نقاسمهم الفرش، البيت يعني يبيتون عندنا يوما، يومين، ثلاثة أو كذا، وأحيانا يعني بالأسابيع، يعني نقاسمهم بيوتنا، كل شيء قاسمناهم، مش بس قضية القصفة أو الصحن أو الكأس أو كوب الماء أو كوب الشاي، أبدا قاسمناهم حياتنا، مش بس قدمنا لهم حياتنا. يعني 5 سنوات أنا كنت متفرغ، يعني أنشط ضمن حزب العمال الكردستاني كناشط سياسي تنظيمي متفرغ في البلد بدون أجر، مسألة تطوعية يعني، والعمل والنشاط ضمن حزب العمال الكردستاني سياسيا، ويعني حتى وقت ذاك يعني كان مسألة تطوعية. هنا في أوروبا الموضوع مش تطوعي، يعني الموضوع كله رواتب، يعني اللي بيشتغلوا بالمؤسسة الإعلامية حتى الكوادر الحزبيين يتقاضون رواتب معينة، يعني أما الناس العاديين فيتقاضون رواتبهم. فراس قصاص إذا بده يشتغل في قناة من قنوات حزب العمال الكردستاني سيتقاضى راتبا، مش بس هيك، مصروف السيارة أو تيكت الطيارة أو تيكت الترين أو كل التفاصيل هي كلها مغطاة ماليا يعني، وأنا أعني ما أقول. فعندما يعني نشطت ضمن حزب العمال الكردستاني كان الموضوع تطوعي ومجاني، وقدمت تقارير يعني للقيام بأعمال أخرى والانتساب الكلي لحزب العمال الكردستاني، لكن الحزب وقت ذاك يعني شاف أنه أنا لا أصلح للعمل العسكري، يعني نتيجة الوضع الصحي والمشكلة الصحية. المهم استمريت في هذا الدفاع عن حزب العمال الكردستاني، انخرطت في العمل الإعلامي. طبعا العمل الإعلامي أيضا كان تطوعي، ما كان أتقاضى عليه أجرا أو راتبا شهريا، كل الكلام كان تطوعي في مجلة سورغول، في مجلة روجلا، حتى وصولي إلى هون في بلجيكا هم يعني أحرجوني كي أعمل في القناة التلفزيونية في القسم العربي، وعملت، والراتب كان يعني 400 اورو او هيك شيء، يعني في الشهر يعني، ومصاريف يا دوب يغطي المصاريف والمسائل هي. فطبعا كان هنالك اناس اخرين يتقاطون رواتب اعلى، في تصل الى 1600 اورو، يعني اكراد سوريين يعملون ضمن الاله الاعلاميه واعرفهم. بالمحصلة أنا لم أجني، يعني أنا لم يعني أراكم ثروة من وراء نشاطي في حزب العمال الكردستاني، على العكس، أنا حزب العمال الكردستاني كانت قناعاتي سابقا، يعني جعلتني على خصومة مع الأحزاب الكردية، جعلتني عرضة للتحقيقات، الأمن العسكري، الأمن السياسي، في نهاية المطاف الأمن الجوي، المخابرات الجوية داهمت منزلي لكي تعتقلني موجودا، كل هذه التفاصيل. أنا طبعا في أثناء فترة الملاحقة حزب العمال الكردستاني جمعوا لي في حدود 9000 أو 8000 أو في هذا الحدود 9000 أورو كي أسافر إلى أوروبا. طبعا بعد يعني استقراري وأخذي اللجوء ضغطوا علي وهددوني، يعني هددوني بالقتل، ف يعني أعدت لهم فلوسهم مزيادة، يعني حزب العمال الكردستاني بقرش واحد، مش أنا لا مش مدين يعني لهذا الحزب أبدا، بالعكس أنا يعني أعدت المصاري وشوي زيادة، ونواف خليل ويعني عبد السلام مصطفى وكل اللي بينشطوا في حزب الاتحاد الديمقراطي بيعرفوا هذه التفاصيل، وإذا بينكروا الإيميلات كلها عندي موثقة في هذا الخصوص. فحاجة يعني هذا الكلام السخيف والتافه إنه بصق في هاي القصعة، شو بصق في هاي القصعة؟ كتابتي يعني أنا كتبت للصحافة العربية، أنا استفدت من كل
تجربة حزب العمال الكردستاني، وأي شخص واحد يبقى مع فراس قصاص سيستفيد من التجربة السياسية، هذا من طباع الأمور. لكن الحزب أيضا استفاد من جهودي فيما يتعلق بالموضوع الإعلامي، المسألة التنظيمية، كل هذه الأمور كانت مجانية. يعني بالمحصلة الحزب مدين لي، وهذا الحزب الآن يهددني بالقتل. يعني فالأجدى بفراس قصاص أنه يعني قليل من الحياة أنه يدافع عن حزب يهدد الكتاب والنشطاء والمشققين بالقتل في 2023، ويعني هو حزب الحداثة والديمقراطية. أنا ما بدي أتضامن منه، لكن عندما أجده نصيرا ومبررا ومسوغا لهذا الحزب ولكل السياقات والامتدادات فهو أيضا شريك. يعني إن تعرضت لأي شيء فراس قصاص أيضا بحكم وجوده ودفاعه المستميت عن هذا الحزب هو أيضا ضالع في أي عملي، مش بس استهدافي، استهداف أي ناشط كردي، أي ناشط عربي، أي شخص على وجه البسيطة يستهدفه حزب العمال الكردستاني يتحمل الحزب وأنصاره والمدافعون عنه مسؤولية هذا الاستهداف. كل الجرائم اللي يقترفها حزب العمال الكردستاني حاليا من 2012 وجر حتى الآن، فراس قصاص يتحمل مسؤوليته، لأنه يعني من هذه الجرائم جرائم حرب لا تسقط بالتقادم. يعني على سبيل الذكر للحصر، مسألة تشنيد القاصرات والأطفال، وهذه مسألة موثقة، يعني مش كلام أتراك وكذا والتفاصيل. عوائل اشتكت وقدمت وثائق تثبت أنه حزب العمال الكردستاني والتفريخات يعني البوالية لهذا الحزب خطفوا أطفال وجندوهم. الآن السؤال المباشر لفراس قصاص وكل مع اللي من يعني على هذه الشاكلة، كم بيانا أصدره فراس قصاص ناقدا مستهجنا مسألة اختطاف الأطفال داخل قسد أو في المناطق الكردية السورية؟ يعني هل اعترض فراس، هل يعني انتقد بصوت عال هذه السلوكيات المشينة اللي هي جرائم حرب؟ هذا هو السؤال. أتمنى أن يبرز لي عدد البيانات التي أصدرها فراس قصاص باسمه وباسم حزبه منتقدا هذه السلوكيات المشينة التي لا علاقة لها لا بالإيكولوجيا ولا بالديمقراطية ولا بالحداثة ولا بأي شيء، لها علاقة بمجرمي الحرب وبس. فراس قصاص حاليا بشكل أو بآخر يدافع عن هذه المنظومة، فليكتب بيانات، مقالات يندد بهذه السلوكيات بكلام صريح جهور لا لبس فيه. يعني فليتفضل يعني ويعني يفيدنا بهذا الموضوع في حال أنه كانت لديه مواقف سابقة لربما لا أكون مطلعا عليها. هذا يعني هذه النقطة أيضا فرغنا منها. فيما يتعلق بأوجلان ومديحه للنظام الإيراني، واستشهد وقال أنه ميشيل فوكو أيضا مدح، كثيرون مدحوا النظام الإيراني في البداية في 79-80-81، مدحوا هذا النظام على أنه النظام الشاه كان موالي للإمبريالية والصهيونية وقاعدة أمريكية متقدمة من كل هالتفاصيل، يعني مبني على خلفية معارضة للرأسمالية وللإمبريالية والجو المناخ العام في ذلك الوقت اللي يعني كان الحرب الباردة ونهايات الحرب الباردة ومن هالقصص. نعم يمكن تفهم، لكن أوجلان مدح هذا النظام مشبع في طيلة فترة الثمانينات، ومدح هذا النظام طيلة فترة التسعينات، وهذا موجود يعني في أدبيات حزب العمال الكردستاني. يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين وكل التفاصيل، يعني مديح حزب العمال الكردستاني للنظام الإيراني يعني لم ينقطع ولم يكن خاضعا في بما يعني لتأثيرات ومفاعيل اليسار والبيئة اليسارية اللي حاول فراس قصاص تبرير هذا الانحياز للنظام الإيراني. على العكس، علاقات حزب العمال الكردستاني مع النظام الإيراني لم تنقطع حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة
اني يعني وسبق وتحدثت عن هذه التفاصيل باللغة الكردية، ولست يعني مسؤولا عن جهل فراس خصاص باللغة الكردية. هو الآن صديق الأكراد ويدافع عن حقوق الأكراد، فليتعب نفسه قليلا ويحاول أن يتعلم اللغة الكردية، لأنه هي لغة مكون من مكونات شعبه السوري التي يعني الذي يدافع عن حقوقه فراس قصاص وحزبه. يعني الشخصيات العربية الديمقراطية والليبرالية اللي بتحكي بالوطنية بتتعلم اللغة الألمانية في منتهى السهولة، بتتعلم الإنجليزية والفرنسية وكذا، فليتعلموا الكردية كمان. يعني مشان لما أقدم محتوى باللغة الكردية لا أحتاج إلى مترجم كي يشرح لي فراس قصاص أو غيره ما يقوله أوشانغوسي. وهذا من طبع الأمور ومن طبع يعني حس العدالة والديمقراطية والوطنية والحداثة اللي بينادي بها فراس قصاص. بمعنى يعني علاقة حزب العمال الكردستاني ومديحه للنظام الإيراني لم تنقطع، يعني على العكس من ذلك، بيحكي عن تمكين المرأة وأنه حزب العمال الكردستاني عمل كذا وكذا، من البروباغندا الهزيلة يعني والهشة اللي سرعان ما يعني المعطيات والحقائق تطيح بها. يعني هنالك عشرات الآلاف من النساء اللي تركوا صفوف حزب العمال الكردستاني، هنالك العشرات من النساء اللي تم تصفيتهن داخل حزب العمال الكردستاني على مستوى القواعد وعلى مستوى القيادات. يعني وأنا سبق ووثقت هذه المسائل، وبإمكاني لأنه يعني مشان الزمن فما فيني أسرد القوائم الطويلة الإعدامات والتصفيات في حق النساء في حزب العمال. طيب، ما طالما فراس قصاص معجب بهذه التجربة وتمكين المرأة، يعني يعقد مؤتمره، مؤتمر حزب الحداثة، ويتبنى الرئاسة المشتركة، ونشوف الرئيس المشترك لحزب الحداثة والديمقراطية يعني في هذا المجموعة، أو ما بعرف يعني قديش حجم حزب الحداثة والديمقراطية. ويعني سؤال أيضا يطرح نفسه، يعني حزب الحداثة والديمقراطية فراس صار له أدي رئيس لهذا الحزب، ألا يعني هذا الحزب عاجز عن خيارات أخرى، يعني أمين عام أو رئيس أو مسؤول لهذا الحزب؟ أنا من لما التقيت بفراس قصاص وحتى هذه اللحظة هو رئيس هذا الحزب. طيب، هذا الحزب يعني فليغير، يعني يغير من رئيسه. ألا يوجد في هذا الحزب كوادر قيادية كفؤة قادرة على إدارة هذا الحزب؟ يعني ويرتاح شوي في راس قصاص، الذي يعني مشان يكون أكثر أريحية في الدفاع عن أوجلان، ويحكي لنا عن عبقرية أوجلان وعبقرية حزب العمال الكردستاني، فليتفرغ يعني قليلا، أو يعني يأخذ له استراحة، يعني استراحة محارب في حزب الحداثة والديمقراطية. هذا كمان يعني سؤال يطرح نفسه، لأنه حزب الحداثة والديمقراطية. في مسألة أخرى، مسألة يعني العلاقة مع النظام السوري، وهو حاول أن يبرر يعني أنه العلاقة مع النظام السوري نظرا لوجود أوجلان. طبعا هذا تبرير أنه أوجلان كان في حضن النظام السوري، وكان يعني بحاجة إلى هكذا تملق وتزلف وما بعرف من هالقصص يعني. وعطف على الموضوع مسألة القذافي كمان. يعني طبعا أنا متأكد من أنني يعني وجدت مقال للقذافي، عن القذافي، منشور في مجلة صوت كردستان، يعني ستجدون الصورة في نهاية هذا الفيديو. سأواصل البحث عنه وسأجده، والصورة ستكون في نهاية الفيديو. لكن أنا اخترت نماذج من مجلة صوت كردستان اللي كانت تصدر باللغة العربية في سوريا، ونماذج من مدائح حزب العمال الكردستاني أثناء وجود أوجلان، وبعد مغادرة أوجلان الأراضي السورية، أو بعد طرد النظام السوري لعبد الله أوجلان. هذا
مجلة صوت كردستان في العدد 21 اللي صدر في 94 نعوي يعني بوفاة الفارس الذهبي المظلي باسل الأسد. وللعلم يعني حزب العمال الكردستاني حدادا على باسل الأسد منع أنصاره من الاحتفال بعيد النوروز، وهو عيد قومي، يعني عيد قومي. حزب العمال الكردستاني في تلك السنة منع الاحتفال بعيد النوروز. طيب، فليأذن لي الأستاذ فراس أن أقرأ النعوة، هذه النعوة فليأذن لي، وستجدون صورتها أيضا في الفيديو. تلقى أبناء شعبنا الكردستاني ببالغ اللوعة والحزن والأسى نبأ رحيل الفارس الرائد الركن المهندس باسل الأسد، حيث أن رحيل الفقيد يعتبر خسارة كبيرة ليس فقط للشعب العربي وإنما للشعب الكردي ولجميع شعوب المنطقة. يا إلهي! وبهذه المناسبة الأليمة والمصاب الجلل تتقدم مجلة صوت كردستان إلى سيادة الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وإلى أسرته الكريمة وذويه، وإلى الشعب السوري الصديق بأحر التعازي القلبي، سائلين المولى عز وجل أن يغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. صوت كردستان، العدد 21، الصفحة 45. طبعا هذا الكلام فراس بإمكانه يقول عادي، يعني لزوم التكتيك، الحزب العمال الكردستاني بده يخدع النظام السوري، لزوم التكتيك، هل التملق. طبعا هنالك مقالات منشورة باللغة التركية في مجلة سرخبون، مقالات منشورة باللغة العربية في صوت كردستان في 86 وفي 96 كمان، يعني من في هذه الفترة مديح لنظام حافظ الأسد. لنقول أن هذه الفترة، هذه العشرية، كانت يعني وجود عبد الله أوجلان في سوريا، لكن بعد اتفاق أدنا وطرد أوجلان، ويعني أوجلان غير موجود، وحزب العمال الكردستاني ليس مجبرا على كيل المدائح لنظام حافظ الأسد. هنا يعني تسقط مش بس حجة فراس قصاص، وإنما حجة كل الذين يحاولون أن يبرروا لحزب العمال الكردستاني يعني التملق لنظام الأسد. إذن الموضوع مش تكتيك، الموضوع مسعى استراتيجي، الموضوع يعني هوس، هيام، غرام. حزب العمال الكردستاني كان مغرما بالنظام الأسد. هاي صورة عن مجلة صوت كردستان، العدد 38، على الغلاف صورة حافظ الأسد المقبور، وصورة المناضل اللي يعني كاد فراس قصاص أن يذرف دمعا وهو يتحدث عن عبد الله أوجلان. الصورة موجودة على الغلاف، لكن هذا الغلاف، هذا العدد ماذا تضمن؟ ماذا تضمن يعني مقالا عن حافظ الأسد ومناقب ومفاتن ومحاسن حافظ الأسد. هذا كمان يعني في سنة 2000 في صدر هذا العدد، وأيضا تضمن مقالا عن بشار الأسد، المسيرة مستمرة. تفضلوا، يعني المسيرة مستمرة، أيضا هذا من مجلة صوت كردستان، العدد 38. أما
يعني أنا أتمنى لفراس قصاص أن يجتهد ويعصر هيك أفكاره، وكي يعني يلتمس عذرا أو تبريرا، يعني في سياق فكر التبرير الذرائعي السياسي لدى فراس قصاص، يلاقي تبرير للنعوة. كيف نعى حزب العمال الكردستاني الطاغية حافظ الأسد؟ وهي النعوة، هي يعني الجزء من النعوة. طيب، فليسمح لي فراس أن أقرأ النعوة، وصورة عن النعوة أيضا ستجدونها، ثم أعود. بيان: لقد رحل مؤسس سوريا الحديثة وقائد الأمة العربية، صديق الشعب الكردي والسياسي المرموق في المنطقة والعالم، السيد الرئيس حافظ الأسد. في هذه المرحلة الحساسة جدا، وإننا نشعر ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بتعازينا باسم أميننا العام الرفيق عبد الله أوجلان وباسم حزبنا إلى المسؤولين في الجمهورية العربية السورية وإلى أسرته والشعب السوري بعربه وأكراده وإلى العالم العربي وشعوب المنطقة، ونتقاسم مع أسرته والشعب العربي آلامه وأحزانه. إن المرحوم السيد الرئيس حافظ الأسد أصبح رمزا وطنيا للعرب، ووقف إلى جانب كافة الحركات التحررية للشعوب، وكان صديقا وفيا لها، وفي مقدمتها النضال التحرري الوطني الفلسطيني، وكان مساندا قويا لها. فلولا الوجود السوري والمساندة السورية له لما وصل النضال الفلسطيني إلى هذه المرحلة. والصداقة التي أبداها السيد الرئيس الراحل لنضال الشعب الكردي باتت أمرا يعرفه الجميع. وللرئيس حافظ الأسد دور بارز في الدفاع عن شخصية شعوب الشرق الأوسط وهويتها، وشعوب الشرق الأوسط ستحفظ له هذا الموقف الخير من جانبها إلى الأبد. الفراغ الذي تركه رحيل هذا القائد العظيم سيبقى محسوسا دائما، ولكن شخصيته ستملأ هذا الفراغ باستمرار، وستلعب دورها في ترسيخ أسس ومسار السلام المشرف والعادل في الشرق الأوسط. نحن أو نحن هم هم نحن مش أنا هم نحن نحن واثقون بأن الشعب السوري سيكون قادرا على ملء هذا الفراغ الناجم عن رحيل السيد الرئيس الأسد في وقت قصير، ويتخذ من المبادئ التي تبناها في حياته أساسا له، وسيطور هذه المبادئ ليصل إلى أين؟ إلى الجمهورية الديمقراطية. فرحمة الله على الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المجلس الرئاسي لحزب العمال الكردستاني، 11 حزيران سنة 2000. من الهدايا اللي حضرتها للأستاذ فراس هذا مقال الأستاذ جميل علي الأسد. وين هذا المقال منشور؟ منشور في مجلة صوت كردستان التابعة لهيئة
حزب العمال الكردستاني. لكن ولا يهمك يا فراس، هاي المقال كبيناه يعني، ما خلاص، من حقبة قديمة وحقبة التسعينات، ووقتها تكتيك الحزب كان بيمارس تكتيك. لكن هذا الشخص أعتقد بأنك تعرفه، تمعن فيه هيك، تملى بصورته، عرفته يا فراس. هذا مجرم حرب يقال له علي كيالي، واسمه معراج أوراني. شو أدى المقابلة هاي إمتى يا فراس؟ هاي المقابلة يا سيدي الفاضل، في أولا المنشط: معراج أورال يجب على جميع مكونات سوريا خوض حرب نهائية من أجل الحرية ضد الاحتلال. المقال في 2022 في 14 حزيران، وهي وكالة حوار للأنباء، وكالة حزب العمال الكردستاني. طبعا أنا شفت مقابلات مع معراج أورال كمان في وكالة فرات التابعة للحزب ومقرها هولندا. الوكالة، وكالة الأنباء التابعة للحزب اللي أنت بتدعمه، تستضيف مجرمي حرب وتجري معاهم حوارات على أنهم قادة وسياسيين وثوار ومناضلين مجرمين حرب. طبعا ضميرك السياسي راضي عن هذا السلوك. إما حضرتك يعني مطلع حول هالمسائل هي، التحالف ما بين مجرم حرب ووكالة أنباء تابعة بشكل أو بآخر لحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، أو أن يعني أنت ما تعلم فتلك مصيبة، أو لا تعلم فالمصيبة يعني أكبر. لكن السؤال هنا يعني، في حال وصل حزب العمال الكردستاني وقصد إلى تفاهم مع النظام السوري، طبعا أنت يعني ستبارك هذا التفاهم وستعود إلى حضن النظام السوري مع الحل النهائي، وإلا يعني ستعلن انشقاقك، يعني أحد أمرين لا ثالث لهما، مش راح تبقى تلزم الصمت وتستمر في الدفاع عن هيك قصص. إذا جرى تفاهم واضح وصريح وموثق، ينبغي أن تكون جزءا من هذا التفاهم وتعود، مش بس أنت وكل هالأوب اللي يعني خارج أوروبا من حزب الاتحاد الديمقراطي، وكل هالتفاصيل اللي بيطبلوا وبيزمروا. لازم لزام عليكم أن تتركوا أماكنكم في الأراضي وبيوتكم ومشاغلكم، وتعودوا لحضن الأمة الديمقراطية والاتفاق الديمقراطي والتفاهم الديمقراطي ما بين قوات سوريا الديمقراطية ونظام الأسد الديمقراطي. الكلام واضح. مشان ما أنسى يعني موضوع عبد الله أوجلان والسجن ويحظى بحماية تركية، وهل هذا يعني يسجل لأوجلان، أو أنا اعتبرته يعني امتيازا لأوجلان؟ ومن كلام اللي أنت قلته أنه سجن مانديلا كمان كان محمي من نظام الفصل العنصري. شوف يا عزيزي، يعني الأمور لا تقاس هكذا. أنت يا أما اللي ناقل لك الكلام ملخبط، يا أما أنت فاهم الكلام مغلوطا. سأزيدك من الشعر بيتا وأقول أنه الصحافة التركية نشرت قبل يعني في 2006 أعتقد، نشرت خبرا أنه طائرة هليكوبتر مدنية كانت تبحث عن يخت ضائع يملكه أحد أثرياء تركيا، واقتربت من جزيرة إمرالي. فورا طائرتي F-16 أقلعت من قاعدة جوية قريبة، وصارت تحاول إبعاد الطائرة المدنية، طائرة الهليكوبتر المدنية، عن الجزيرة، خشية أنه أن تقوم هذه الطائرة المدنية أو تستهدف سجن جزيرة
إمر علي. يعني من هذا كلام الأتراك يعني، ويقال وهو كلام يعني ليس كل كلام الأتراك يرمى في سلة المهملات، لا، في بعض الكلام ينبغي التأمل فيه يعني. من جهة السلاح الجو البحرية التركية وسلاح الجو التركي، يعني لو قوارب اقتربت من الجزيرة لكان تحركت قطع بحرية عسكرية تركية لإبعادها، لكن الطائرة انطلق سلاح الجو التركي ليحمي هذه الجزيرة ومن فيها يعني. وبالتالي عبد الله أوجلان يحظى بنظام حماية جيد يعني، أو سجن عبد الله أوجلان، النافذة الكبيرة اللي صوره منشورة، يعني سجنه قياسا بسجن مانديلا يعني الثرى من الثريا يعني. فما بتعمل لي عبد الله أوجلان مانديلا أو شرق أوسط أو مانديلا جديد. كانت انتقاداتي في هذا الخصوص انتقادات بالضد من أسطرة أوجلان يعني، وأكسابه أنصاره يؤسطرونه نتيجة الانجذاب والتصوف والتبعية العمياء مثل حلقات الذكر والدروشة هاي فهمناها، بس أنت يا فراس تروح تأسطر أوجلان يعني. الموضوع يعني غريب شوي. يعني ما بعرف يا فراس، يعني أنت بتحط حالك هيك في مواقف محرجة وبايخة يعني. أنت فراس قصاص كاتب تلومني على أنني افترقت عن هذا الحزب وأنتقده، وأنت الآن يعني من موقعك كناشط سياسي وحداثوي وديمقراطي بتدافع عن حزب لما يزل حزبا ستالينيا فاشيا يهدد كل منتقديه وأنا منهم يعني بالتصفية وتشويه السمعة، ومش بس هيك، وتنخرط في هاي الآلة الإعلامية المناهضة للمنتقدين وتشكك وتقلل يعني دون أن تأتي بسند. يعني يا ليتك أتيت بسند يعزز ما ذهبت إليه. وعبد الله أوجلان تارة ما يصدر من سجنه فهو سجين، والتصريحات التي تسجل فيها طابع نقدي ويتحدث عن حزبه مشكوك فيها. وأما الكتب وأنا قرأت يعني كتابه الأول والثاني وأجزاء من المانيفستو اللي أنت عم تحكي عنه، مانيفستو الحضارة الديمقراطية، قرأت وأبديت ملاحظاتي حتى قبل أن يصدر هذا الكتاب، وأنا متواجد في تركيا يعني قبل 10 سنوات، قبل أن يصل إلى يديك يعني مطبوعا جاهزا. أنا طلعت على المخطوط في ذلك الوقت، أرسله لي صالح مسلم لإبداء الرأي. عموما يعني أنا لا، مش بس أنت يعني لا أحسدك على الوضع اللي أنت فيه، لكن أنت متورط يعني، أنت مع هذه المنظومة متورط في هالجوقة وهالخرافة والأكذوبة هي كلياتها. أمة ديمقراطية، شو أمة ديمقراطية؟ هؤلاء ليسوا ديمقراطيين مع أنفسهم، سيكونون ديمقراطيين معك. أنت جرب وانتقدهم علنا، جرب وانتقدهم علنا، مقال مقالين ثلاثة، ويعني ثم تعال وتحدث عن الديمقراطية. هم عاجزون عن تحقيق الديمقراطية مع في الوسط الداخلي الحزبي، ولو كانت هنالك هامش من الديمقراطية لما كان هنالك تصفيات. يعني اللي أسسوا حزب العمال الكردستاني بحدود 22 ل 23 شخص، 7 منهم تم تصفيتهم، 7 من مؤسسين الحزب تم تصفيتهم، و6 غادروا الحزب، إما هربوا أو خونوا. فأكثر من نصف مؤسسي هذا الحزب هم الآن خارج الحزب. عدا عن ذلك يعني مسألة الأسطرة والهوبرة والزعبرة التي تقال عن أوجلان أنه مؤرخ وفيلسوف وعالم اجتماع ومن كل هالقصص يعني
أنت من موقعك ككاتب، ويعني أنا أحترم ثقافتك، يعني الكتب اللي من الملاحظات اللي أنا سجلتها على كتب عبد الله أوجلان إنه ما في مصادر، في كتبه الأولى وفي كتبه يعني القديم منها والحديث، يعني القديم بعد اعتقاله، يعني من دولة الرهبان السومرية نحو حضارة ديمقراطية دفاعا عن شعب. الكتابين قريته مرة ومرتين، يعني الكتاب الأخير أجزاء منه، يعني وفي كم مهول من التكرار، يكرر وكأنه إعادة تدوير للكتابين الأولين، بالإضافة أنه يعني المصادر ما كانت، يعني قلما أجد، يعني انعدام المصادر بالمحصلة، يعني في طرائق الكتاب لدى أوجلان. إجمالا المديح لأتاتورك ليس لأنه أتاتورك أتى بالعلمانية حسب تبريرك، ليس لأنه يعني عمل قطيعة مع دولة الخلافة والإسلام السياسي، هذا كلام ينفع أن يقال فيما يتعلق الجوانب الإيجابية لأتاتورك في الواقع التركي، ويتبناه العلمانيون بشكل أو بآخر. نعم، هنالك ما يمكن أن يسجل لصالح أتاتورك في هذا السياق، لكن ما عانيته وأنت لا علاقة لك به بشكل أو بآخر، أو تجاهلت الموضوع، أنه عبد الله أوجلان في علاقة على أتاتورك مع الأكراد، يعني أتاتورك أصدر قانون أو يعني بسحق انتفاضة الشيخ سعيد كانت بأوامر من أتاتورك، هذا موضوع لا علاقة له بالعلمانية، وتغيير موضوع لو سحق قضية انتفاضة كردية. طبعا أوجلان صار يتبنى وجهة النظر التركية أن هذه الانتفاضة كانت تريد العودة إلى دولة الخلافة، وهذا كلام كذب. صحيح شيخ سعيد بيران كواجهة دينية، لكن الأساس كان هنالك مشروع قومي، مشروع سياسي ينطوي على مطالب وحقوق الأكراد ومظلوميتهم، ويطالب أتاتورك بتنفيذ وعوده. الآن أتاتورك كان يعني محل مديح عبد الله أوجلان في سجنه، هذا هو سياق الافتراء على التاريخ الكردي، والافتراء على مصطفى كمال أتاتورك على أنه لم يكن معاديا للشعب الكردي، يعني زي ما بيقولوا البعض أنه والله بشار الأسد منيح بس اللي حواليه عرصات، يعني أتاتورك كان كويس وآدمي وعين الله عليه بس اللي حواليه كلاب وعرصات، هذا كلام يعني يقال هيك في المجالس الشعبية والريفية، مش كلام مثقفين ومنظرين ويعني قادة رأي وقادة أحزاب سياسية. أنا عانيت هذا الأمر فيما يتعلق بجزئية علاقة أتاتورك ووعوده للأكراد وتنصله وبل انقلابه على الأكراد ومحاولة تبرير أوجلان لهذا السلوك، مش بس هيك، يعني في انتفاضة العلويين في انتفاضة ديرسم أيضا أتاتورك يعني أصدر أوامر بتدمير المدينة وصارت مذبحة، اعتذر رجب طيب أردوغان يعني عن تلك المذبحة لأنه جريمة دولة، إرهاب دولة، إبادة جماعية ارتكبتها الدولة وقت ذاك. فمشان كلامي يكون واضح في هذا الخصوص، يعني مش بس هيك، يعني محاولاتك واجتهاداتك فيما يتعلق ب يعني ترقيع سلوكيات أوجلان ولا سلوكيات حزبه، يفترض بك يعني أن تجتهد أكثر وتتعب أكثر، يعني حتى يعني تأتي برأي ضاحد مفند مقنع موثق، وأنا أنتظر، وأنا كنت أنتظر منك هالسلوك، لكن للأسف يعني الناس شافوا يعني سويت الجدال والسجال بيني وبين حضرتك، فأتمنى في المرات القادمة أنه شوي تتعب في هذا الخصوص. الآن سأريك شيئا ونعود للحديث مرة أخرى.
ايه فراس، راح تشوف اسفل الفيديو رابط حول هذا الموضوع. طبعا انت ما لك علاقة يعني، وانت كيف ما لك علاقة اذا حاولت او تجرأت ان تفتح هذا الملف؟ هذا يعني بانك فتحت على نفسك باب جهنم حزب العمال الكردستاني. مقصدي ملف الطاقة والبترول. هاي شركة بريطانية أعلنت أنه توقف نشاطها في الشمال السوري التزاما بالعقوبات، العقوبات على النظام السوري منذ 2017. التفاصيل راح تشوفها في الخبر. الشركة أعلنت أنها الكيانات المقربة أو التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني وضعت يدها على الآبار المنطقة اللي كانت هاي الشركة تشتغل فيها، ويعني بتبيع بتطالع وبتبيع هذا بشكل غير قانوني، وأعطت أرقام وإحصائيات يعني بما معنى أنه الكمية المستثمرة أو المباعة من حتى هذه اللحظة ما يعادل يعني 2.9 مليار دولار، 2.9 مليار دولار تقريبا يعني. وفيها كمية من الأرقام اللي راح تستفيد منها. أنت كمسهد فيك تطرح هذا الملف على النقاش، وحتى تعرف إنه موارد هذه الإدارة الذاتية الديمقراطية من لوين بتروح، كيف تجي الجباية من الحدود، من التجارة الداخلية، من التجارة الخارجية، وكل هالتفاصيل فيك تطرح هذا الملف. أنا أتمنى أن تمتلك القليل من الجرأة حتى تطرح هذا الملف بشفافية من موقعك الزعيم لحزب الحداثة والديمقراطية. هذا من جهة. عدا عن الملفات الأخرى، ملفات الاختفاء القسري، ملفات الاغتيال تحت التعذيب، يعني سبق وأن تحدث عن أنا تحدث عن هذا الموضوع وأثرت هذه الملفات في فيديوهات، ما بعرف إذا حضرتك اطلعت عليها ولا لا. ملفات حتى بالأسماء، أسماء الكوادر وصور الكوادر، كوادر إيرانية موجودة في جسم قسد وفي جسم الإدارة الذاتية الديمقراطية، يستجلبون كوادر إيرانية من حزب العمال الكردستاني يعني على أساس كخبراء وكإذا يمنع الكلام اللي بيضحكوا فيه على الناس. هو ما في، أنت أصلا يعني من موقعك يعني أنت لما بتشوف أنه في شكاوى موثقة تجنيد القاصرات، هل يعني مش أنت مظلوم عبدي لا يمتلك تلك القدرة والأهلية لكي يعيد الأطفال إلى ذويهم؟ أنت رح يعني تعيد هؤلاء الأطفال المختطفين من بين مخالب وأنياب حزب العمال الكردستاني وتعيدها يعني لأهاليهم وذويهم، ويعني تطوي هذه الصفحة؟ ما انتهاكات الشبيبة الثورية تبع الحزب اللي أنت بتدافع عنه؟ يعني مجمل هذه المنظومة النتنة اللي أنت بتقول أنه مش إرهابية، هذا أنت ألمانيا اللي تحمل جنسيتها أعتقد تقول عن حزب العمال الكردستاني أنه حزب إرهابي، أمريكا تقول عنه حزب إرهابي. هذا مبرر سخيف أنه أمريكا لا تعلم وهي تتعامل مع قسد ولا تعتبره امتداد لحزب العمال الكردستاني. يعني هذا مبرر ساذج وسخيف. أمريكا تعاملت مع فصائل إرهابية لخدمة مصالحها. أمريكا حتى قبل سنوات كانت تعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني كمان منظمة إرهابية. أمريكا تعاملت مع منظمة التحرير الفلسطينية أيضا كمنظمة إرهابية، ولكن تعاملت بشكل أو بآخر. هذا يعني مقتضيات السياسة والأمور الأمنية يعني الدواعي المصلحة والمنفعة الأمريكية تقتضي أنه يكون في قنوات ارتباط مع حزب العمال الكردستاني، وحزب العمال الكردستاني مصنف على لائحة المنظمات الإرهابية في أمريكا والاتحاد الأوروبي كمان. يعني مشكلة داعش
والتهديد الإرهابي يعني أجبرت الأوروبيين والأمريكيين للتعامل مع منظمات وكيانات سياسية مصنفة على أنها منظمات إرهابية على أراضيها في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي. أنت شو جاي تبرر لي؟ أنت حاول أن تقنع الألمان أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية. حزب العمال الكردستاني يعني من الثمانينات وفي التسعينات مارس العمل العنفي والاغتيالات السياسية وجرائم الاغتيال السياسي، عشرات الجرائم اختلفها في الثمانينات في التسعينات على الأراضي الأوروبية. جاءت لي الثورة الفلسطينية كمان فيها تصفية سياسية. طيب هذا التبرير، أنت كفراس قصاص ككاتب، هل أنت مع الاغتيال السياسي أم لا؟ إذا قلت نعم فهذا كلام، إذا قلت لا ينبغي أن تندد وبشدة. كل عمليات الاغتيال السياسي التي مارسها حزب العمال الكردستاني منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة، أتفضل أشوف فيك 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 بجرأة وبثورية وبحداثة وبديمقراطية تقول هيك كلام في مواجهة حزب العمال الكردستاني؟ أتفضل خليني أشوف هل 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 يعني الحس الإنساني والاهتمام بكرامة البشر وأرواح البشر وأرواح الناس وأرواح الأبرياء. يعني قتلوا لأنهم عارضوا أوجلان، قتلوا لأنهم عارضوا مسلك حزب العمال الكردستاني. تفضل جاءت لي والله الفلسطينيين كمان اقترفوا جرائم اغتيال سياسي. هل راجع تاريخ فتح وحماس مش داخل فتح؟ هل فتح قتلت من حماس 14,000 فلسطيني؟ هل حماس قتلت من فتح 14,000؟ هل فتح قتلت من أبنائها داخل فتح رغم الانشقاقات والعبث وكذا 14,000؟ بما يوازي ما صرح به عبد الله أوجلان في 2008، 14,000 بني آدم، يا بني آدم 14,000 روح زهقت، وزعيم الحزب بيعترف بهذا الشيء من 2008 وجر يعني من 2008 وحتى الآن لا تدخلها في الحسبة، ربما رقم مماثل أو أقل بالمحصلة. يعني هذا ينبغي يعني ويملي عليك وقفة ضمير، وقفة وجدان، وقفة إنصاف، وقفة حس عدالة، إيمان بالحداثة، إيمان بالديمقراطية. يعني بكرة إذا استهدف حزب العمال الكردستاني وشان كوسي لن تنسى بأنك متورط في المسألة، لأنك من الآن تبرر لهيك سلوك، تدافع عن حزب مارس الاغتيال السياسي والفاشية الحزبية الأيديولوجية في أبشع صورها، في أبشع صورها، ويضلل الناس على أنه حركة حرية وحركة ما بعرف شو وحزب عابر للقوميات وحزب عابر للأمم والأمة الديمقراطية والأنة الديمقراطية والألة الديمقراطية وكل شيء ديمقراطي. يا فراس شو جاي تحاكيني؟ يعني الله يطعمك والحجاج رجعين، المكان اللي انت رايح له أنا رجعت عفته قبل أن ينزلق ويصل به المقام إلى هذا الدرك الأسفل من الدكتاتورية والقمع والفاشية، عفته يعني. وتقول لي صحن وما صحن للقصص هي. يعني أتمنى يعني طولت، أكتفي بهذا القدر من التعليقات والردود على الأستاذ فراس قصاص، ويعني هنيئا له، ألف مبروك، يتهنى هو بحزب العمال الكردستاني وحزب العمال الكردستاني يتهنوا بحزب الحداثة والديمقراطية وبالأستاذ فراس قصاص. حتى موضوع آخر ألقاكم على خير.